السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله زينين، معكم سعسع انا وابون. طبعا اليوم جاب لكم لعبة جميلة وصراحة عجيبة اللعبة. طبعا اللعبة وش هي؟ انك تصمم لك شركة خاصة وتصمم تلفونات على كيفك يعني. فانت اول ما تدش اللعبة، طبعا الرابط مالها بكم في الوصف، مجاني من الابل ستور. اول ما تدش اللعبة تضغط على كلمة نيو جيم ماب، تطلع لك الكونتينيو وقول لك الشركة اسمها وتقرط بلاي وبسلك العالم. فأنا هذا عالمي الحين، مو عالمي، الشركة حقتي. شوف شلون هذه الشركة. الحين هو من أول ما فتحت لي بإعلان يبيني أعلن لشركتي، طبعا مشكلتها إعلانات فقط لا غير. مثلا بعلن عن التلفزيون، أوكي. شوف طبعا صار عندي فانز وفلوسي على اليسار فوق. طبعا شوفوا هذا السمارت فونز، طبعا اسم شركتي سيد، وهذا سيد A1، عاطف سيد A1. وطبعا ها وش فائدة هذا الكتاب اللي تحت؟ هذا الكتاب وهو اللي تقدر تشتري منه يعني اشياء، مثلا يعني ويث فور او انجلز فور، اللي هو الانجلز اللي هو الانحناء، انحناء الشاشة، انحناء الشاشة وانطوائها. وهني مثل ما تشوفون تكبير الشاشة، شوفوا هني أشياء سكرين برولاميشن فور ما أدري وش. الثانية اللي هي الأهم، أنا عندي شوف الثانية مشتري جيجا رام، جيجا رام مشتري، والكاميرا 5 اشتريت واحدة، والبرلا كاميرا. مثلا أنا الحين تاتش ايديا، شو أقدر أشتري تاتش ايدي؟ طبعا كل شي غالي فبالي فلوس بعد اجمع حق اشتري، فبشتري تاتش ايدي. انا حاليا ما اقدر اشتري ولا شيء. اوكي شباب، الحين انا بسوي لي نيو فون. اضغط على كلمة نيو فون، بسمي سيد A4 لان انا سويت لسيد A3. تمام، تأكد من الاسم. اوكي، اضغط على السهم اللي تحت. الحين بقول لك شلون شكل التلفون من الداخل. يعني انا طبعا الازرار ما بحركها، اللي هي مال الصوت وهذا، طبعا مال الفوليوم تضغط على هنا وتقدر تحرك، بس انا ما بحركها. هذا هو التلفون مثل ما تشوفون شكله حلو. نبدا الانجلز اللي هي الشاشه، اعتقد نحرك دقيقه بصغر شوي حق تشوفون. اوكي شوف الانجلز اللي هي الشاشة، تكبير الشاشة. فانا دائما اخليه اكبر شيء. والسايد هالمرة السايد اللي هو الانحناء، انحناء الشاشة بخليه انا 4. طبعا ما عليه شباب، الحين بسرع اللقطة لان الشرح جدا طويل، 13 دقيقة فياخذ وقت شوية. فانتم تتعلمون على ترش جدا سهل. واتركم مع المحتاجة، فانا هذا تشتري اللي تحت اللي هو الاكس، ما ادري شلون تشتري من تحت. طبعا يا شباب في اخبار نيوز، خلنا نشوف النيوز. ان فيلم ادرو يعني يقول لك ان عندك نيوز ما احتاجه. تسري تسري.
اوكي يا شباب، التلفون اعتقد كمل، طلع لي رسالة. الرسالة هي وايش؟ project finished select the number of، يقول لي وايش ان التلفون استوى، الحين انت لازم تختار عدد كم نسخة بتسوي. فانا ما بجاز بسوي اكثر شيء، لانه يمكن التلفون ما ينجح، ما يعطي تقديم عدل، فبختار في النص. انا ماني عندي فلوس. اوكي يا شباب، يقول لي وايش do you want to make a precision، يقول لك تكلفك 3 مليون. انا عندي فلوس اسوي كيف اسوي ما عليه. انا طبعا ضغط على العلامة اللي تحت اعتقد. اوكي هذا التلفون مثل ما تشوفون اعتقد سعيد ايفون. طبعا اللعبة الحين يعني ان هي ما وش قال look critics involution والله ما افهم. اوكي هذا التقييم على التلفون. واو، اول مرة جيني تقييم 9 من 10. كل انا مشتري اغراض قبل التصوير فجانا التقييم، يعني هو الحين بصير عندي دعم قوي الحمد لله. اوكي شباب شوفوا الفانز 225 سيد اي 4. شوفوا هني كان من ساعة قبل لا بدي كم صار كم 8 مليون. صدق خسارة، لكن شوف الكرة ده ترجع البيزات، لكن انا ما صار سعره شوي غالي لان قلت اشتري اللعبة، يعني لو سعره ممكن مو غالي. هذا فيديو، لا تنسون لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، وبس مع السلامة.